دقيقة. مرحبا بكم في بلانت السبور في الجزء الثاني من توا حتى للستة. طبعا ما زلنا نواصلوا في متابعة تداعيات وآخر المعلومات اللي تهم طبعا تأجيل البطولة ومختلف البلاغات مختلف التدخلات طبعا ومختلف التفاعلات من وزارة الشباب والرياضة إلى هلال الشابة إلى النوادي إلى الجامعة التونسية لكرة القدم. اليوم عملت ثلاثة بلاغات، اليوم ثلاثة ولا زوز بلاغات لا بين البارح واليوم فما زوز بلاغات، فما بلاغ أول بكري ثم بلاغ توضيحي بكري شوية والبارح بتبيع ثم بلاغ. خليني نرحب بالفريق، وطبعا بعد لحظات يكون معنا السيد توفيق المكشر رئيس فريق هلال الشابة. سيد توفيق زعبوب من جديد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. كذلك الأستاذ فهمي بالحاج، مرحبا من جديد، أهلا وسهلا. مرحبا جميل. والسامي العكريمي طبعا مباشرة من استوديو العاصمة، مرحبا بك من جديد. طبعا نحب المرة هذه ننطلق بسؤال نطرحه قبل، لأنه ما نحبش نقرأ بلاغي للشباب، نخليه وقت اللي يكون توفيق المكشر نطرح عليه السؤال هذا. فقط دعوة رؤساء النوادي غدوة، السامي العكريمي نبدأ معك أنت، ماذا يعني دعوة رؤساء النوادي غدوة؟ الجامعة تقول في بلاغة طبعا ما قريناها احنا بكري وفي آخر نقطة منه تقول ندعو يعني كل رؤساء النوادي إلى الاجتماع غدوة في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم نص نهار ونص، وخاصة تقول يعني تقول ماناش باش نغلبوا مصلحة النادي على البقية على المجموعة. ما فهمتش شنو بالضبط ربما التوجه اللي ماشية فيه الجامعة التونسية لكرة القدم. سامي حسب قراءتك أنت شنو تنجم تفيدنا؟ هو يظهر لي أنه حتى بعد إيقاف المباريات اليوم وعدم مواصلة البطولة، رئيس الجامعة مش حاب يفهم وإلا ما يوهم في الناس أنه ما فهمش. قلنا وقت بدينا البرنامج اليوم قلنا أنه ثم نوفيل دون، ثم أشياء جديدة. اليوم التعامل مع الجامعة التونسية لكرة القدم ومع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لم هو الكلمة سامي اللي نشدها من بلاغ الجامعة، هو يعني يتعذر أو لسنا مستعدين للاستجابة لفريق على حساب مصلحة البقية. شوف توا هذوما قلت لك هو توا معناتها يبحث، معناتها سي دي فارياسيون، معناتها يبحث في اشياء اللي توا في الوقت الحالي هذوما ما عادش عندهم حتى اهميه. هو مازال بخطابه السابق اللي يتوهم نفسه مازال قوي ومازال يتحكم ومازال معناتها يقارع الدوله ويتحدى الدوله ويتحدى، معناتها اليوم ما عادش الحكايه هذه، ما عادش، وهو مازال ما فهمهاش الحكايه هذه. لكن هو مازالت عنده، مازال ما نقولوش عنده أسلحة، هو يحاول معناتها في الهروب إلى الأمام هدايا أنه يهم، وهذا هو معناتها معنى البلاغ متاعه والبلاغات متاعه. أنا مازلت عندي سلطة وأنا رئيس جامعة وأنا نتحكم في الجمعيات وأنا نتحكم في رؤساء الجمعيات. رؤساء الجمعيات هو من المفروض إذا جات معناتها الكورة متاعنا نظيفة، وإذا كان جات معناتها الكورة متاعنا معناتها مقنة، كل رؤساء الجمعيات بعد مسار هدايا كل حتى رئيس جمعية ما يمشي للاجتماع متاع البارح. لكن عندنا مؤشر نحن مشاو متاع غدوة، متاع غدوة تحكي اي متاع غدوة متاع غدوة، لكن عندنا مؤشر أن رؤساء الجمعيات هذوما مشاو لليوم مش يلعبوا المباريات، مع أنه من المفروض أنه يرفضوا أن معناتها العودة للبطولة. رؤساء الجمعيات هذوما هما جزء لا يتجزأ من المنظومة هذه، وبعد رؤساء الجمعيات هذوما كلهم عندهم شيكان عند معناتها رئيس الجامعة وكل، ولكنهم كان يتصوروا، ولكن هما أذكياء، ولكن يتصوروا أن دقيقة واحدة أن مازال اليوم مازال معناتها بعد اللي صار اليوم وبعد اللي صار البارح أنه رئيس الجامعة مازالت عنده سلطة، ما عادش عنده سلطة السيد هدايا. أنا نقول لهم لا خوف بعد اليوم
ويزيو من الذل، تذلوا في رواحكم وتذلوا في جمعياتكم. ولو أن الكلمة ما نحبهاش سامي نتاع الذل، لا هو أدلال معناتها وقتها يمشي إنسان يطلب، وقتها يمشي إنسان، وقتها يمشي إنسان يطلب، وقتها يمشي إنسان يتذرع وبربي وما تصبليش وما تعمليش، وواحد ثم مقابل لهدايا. سامحني وقت انسان معناتها رئيس جامعه، رئيس جامعه، رئيس جمعيه ما يمثلش روحه، رئيس جمعيه يمثل جمعيه ويمثل حي ويمثل جهه، يمثل مدينه ويمثل جهه ويمثل العديد من الاشياء. يا اخي وقت رئيس الشاب يمشي ويشتكي ويدافع، ما هو يدافع على مدينه ويدافع على جهه. وقت زاد انت معناتها ترضخ لرئيس جامعة أو تمشي معناتها تطلب من عنده أو تتذرع وبربي وما تصبليش وما تعمليش، كل ما هو هذا يزيد معناتها اللغة العربية معناتها ما ثماش أشياء أخرى. لذا للمرة ألف مش يفوتوا على أنفسهم الفرصة، أنهم ياخذوا موقف. يا سيدي السيد هذايا انتهى، شلون باش يصب لك وفاء انتهى الواحد هذا. وبعد يا سيدي مشيتوا له رئيس الجامعه هذا ما كلموه، قولوا له وين وصلتنا، وين وصلت الجمعيات التوانسه، وين وصلت الشابه، وين وصلتنا اليوم ما نجموش معناتها نعاودوا نرجعوا للبطوله، واحنا معناتها بالمشاكل الماديه اللي عندنا معناتها جمعيات مفلسه، وانت معناتها عندك وسائل الضغط وعندك الشيكان وعندك معناتها قوانين اختلقتهم وكل. لذا معناتها الشيء يعني انت لا تنحوس لكلامك سامي، لا تنتظر شيئا او ما تنتظرش ربما رده فعل من رؤساء النوادي، بالعكس انت تقول انه رؤساء النوادي غدوه يعني كالعاده يعني باش يكونوا استفاف تام مع الجامعه التونسيه لكره القدم، ومن المنتظر انه نسمعهم غدوه باش يقولوا بالضبط. باش يقولوا هما باش يقولوا نرجعوا بالسيف البطوله، سيدي قالوا لكم ماكمش مش تلعبوا، هاكم مشيتوا باش تلعبوا قالوا لكم ماكمش مش تلعبوا. اي مو ينجموا شنو ينجموا يعملوا؟ يلعبوا بالسيف كرؤساء نوادي يعني تعودنا سابقا نحكي على ما حدث سابقا سي توفيق. سابقا يوجهوا يعني الاتهام لسلطة الإشراف، يوجهوا الاتهام انه فما تدخل، فما ريحة تدخل باش نقولوا احنا، وكأنه ثم تلميح انه ردوا بالكم، ما احنا رانا نوادي مع مساندين، كل المساندة الجامعة التونسية لكرة القدم، تو انت جماعة ورانا مستقلين. تعتقد اللي انت لحظة اللي تو رؤساء النوادي على الأقل فما ستة نوادي اللي معناها ما يعرفوش لوردر دو جور نتاع الاجتماع نتاع غدوة، تتخيل انت معناها ما اتصلش بهم ولا ما اتصلوش ببعضهم ومش يعرفوا الحيثيات الكل غدوة، ما يدخلوا كان في بالهم الليلة يعرفوا غدوة واش مش يقولوا واش مش يقرروا، كل شيء معروف. دونك الاجتماع هذا سوري يعني حسب رأيي هاو قدام الناس الكل، راهو يا سيدي مش نقعدوا شنو القرارات باش ناخذها، هاي واش قولكم اننا نخليو الشامبيون ب 15، نزيدوا جمعيه ما نزيدوش، نردوهم دو بول دو ويت، خلينا نطلعوا الناس الكل ونخليهم 10 10، هاو حمام 1000 طالبه زاده كيف كيف، اعاده والاخرى ما تحبش تلعب براج، شنو هو الحل؟ الحل الوحيد هو معناها راهو عن البلان بي حاضر وعنده. دونك غدوة أنا حسب رأيي والله جلسة عادية جدا، ومش ياخذوا مش يعطيهم المستجدات ويقول لهم اش قولكم؟ اش قولكم؟ اش قولكم؟ هي بطولة تاعنا تو مازال فيها، اش قولكم؟ فيها يلزم الناس الكل تتحمل مسؤوليتها. أنا حسب رأيي غدوة يمكن فما مفاجأة من العيار الثقيل تو نشوفوها. قراءتي على حسب استنتاجات وحسب الكواليس اللي صايره، فما قرار غدوه مش يتخذ ويمكن قرار موجع، وتوا غدوه الصباح والاجتماع الساعه 11 تو نشوفوا الساعه 12 شنو القرار. اجتماع من القرار من طرف من طرف من الجامعه من الجامعه التونسيه لكره القدم مش ياخذ قرار. باهي سي توفيق عنده خيوط استفاد بالمنظومه انت استفاد تصل جاك تليفون هي شنو القرار ضد جمعيه ضد نادي ضد شكون؟ جميل خلي احنا ما نعطيوش للتفاصيل بقى غدوه تو انت عندك كواليس سامي عنده كواليس هي استاذ عنده كواليس انا قلتهم السيد مخبيهم مخبيهم باهي لا 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 سامحني اعطينا مؤشر برك مؤشر تقول موجع على شكون؟ موجع على شكون؟ فوالا ضد شكون؟ لشكون؟ لشكون؟ صالح الجامعه ضد الجامعه موجع ضد طرف النوادي شكون شابة؟ شنو بالنسبه للخبر اللي موجع غدوه؟ موجع على شكون؟ موجع على النوادي موجع على النوادي
بلا مش من الجامعه باش يقعد ياخذ قرار. من الجامعه اكيد شنو؟ من الجامعه. اي توا سي شو توا هكذا برشا سي اسمع توفيق توفيق قصدي الاثنين اخرى شنو نوقف البرنامج توا؟ لا لا سسبانس يا جماعه سسبانس باهي خويا نستنى خاطر المفاجآت الكل جينا كامل جماعه توا سي توفيق المكشر بعد شويه نطرحوا عليه سؤال نقولوا له انت عندك توا يجاوب توا يجاوب اي توا نقولوا له عندك فكره عندك فكره غدوه شنو القرار قاعد تاخذها ولا ونسمعوا استاذ اني يعني الحقيقه نشوف الدعوه نتاع النوادي هذه نشوفها حاجه باهيه برشا هذه الظهر معناها ممارسه الديمقراطيه لانه معناها الصوره اللي عاطينها معناها للرئيس الجامعه كونه معناها ياخذ في القرارات بصفه احاديه الحقيقه لا اني يعني نشوف التشاور مع النوادي هكا معناها هكا السيستم هكا ولا سي سامي هكا يا استاذنا لا لا مش هكا لا 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 سمح سي سامي راهو هي صوره هذه صوره كاريكاتوريه راهي لا عاد شنو هكا هكا توا يعيط لهم يقول لهم هاو القرار معناتها من اللي بدا شنو معناتها الديمقراطية هكا توا هكا احنا راهو لا الاستاذ ساعات يستعمل الفاظ معناتها يحسسنا اللي هو في احنا في الدنمارك ولا في النرويج استنى مانيش موافقين لا لا سي سامي احنا نعرفوا الحقيقه احنا فقدت احنا معناها على سبيل الدعابه قلنا راهو ممارسه ابهى ممارسه الديمقراطيه يا خويا خاصه نبه استاذ ربي حتى عنوان قول قول هيك سي سامي الناس ما يفهموش لا صحيح سي سامي نرجعوا نقول راهو النوادي اني معناها نحب نرجع لكلامك النوادي عندهم مسؤوليه كبيره ياسر انت بكري قلت الرجال المحيطين معناها بالقانون واعضاء المكتب الجامعي نحب نزيد نقول لك اللي النوادي هما اللي عندهم مسؤوليه الكبيره لانه نذكروا سي سامي في مساله القوانين كيفاش الناس تصوت معناها توا انت يوصلك معناها المشاريع هذيك اللي تم التصويت عليها توصلك قبل معناها الجلسه ب 15 يوم ولا شهر تكون عندك وتقرا وتثبت وبعد تجي في الجلسه تصوت وبعد تقول شبيه رئيس الجامعه والله هاو معناها مش يعاود موندا اخرى وهو القوانين هذه راهي مجعفه ربي هاو هذا سبب سبب النوادي راهو نقراكم بعض التفاعلات الحقيقه العدد كبير من الساده المستمعين يتفاعلوا في نفس الاطار وعندهم قراءاتهم تو الناس كلها عندها مصادرها بون صديقنا نزار من المنسير يقول هذا عجبني برشا التعليق نتاعو يقول يا اخي واعين اللي عندنا كاس عالم في ظرف اقل من 60 يوم ويقول اليوم راه ناقصين يعني ناقصين نسق نتاع مقابلات ويقول هكم شفتوا الحارس المرمى في مقابله البرازيل كلام منطقي ومعقول جدا في نفس الاطار احنا نحكيو هل الجو هذا الكل نجم نجاوبوه ولا لا سامحني جاوبوه لا لا يلزمنا نجاوبوه المجتمع يا سيدي مع كل احتراماتي احنا باش يمشيو اربعه خمسه سته لاعبين على اقصى تقدير من البطوله معناتها المحليه وماهمش مش يلعبوا في وماهمش مش يلعبوا في قطر لذا على اي نسق تتكلم انت انت على اي نسق وعلى اي معناتها مردود في كاس العالم احنا عندنا 95% من اللاعبين نتاعنا ينشطوا في اوروبا هذوما مش يقعدوا ينشطوا في اوروبا الاربعه خمسه لاعبين هذوما هو واذا كان لقى حارس مرمى في اوروبا راهو جابوا راهو لا دحمان لا حتى حد معناتها في حراسه المرمى لذا البطوله نتاعنا بيها ولا بلاش ما عندها حتى ابور في كاس العالم لذا معناتها هذا معناتها سي ان فو بروبليم معناتها مش مشكله مش مشكله واذا كان وقفوا بطولات في اوروبا ولا حاجه نتفاهموا لذا ويحكي خاصه على اداء الحارس المرمى به خونا عادل قدري يقول اجتماع وديع غدا السيد وديع جري غدا برؤساء الجمعيات تكتيكي تكتيك ذكي جدا من وديع باش يحط الشابه ما بقيه الجمعيات ووزاره الرياضه في تعطيل البطوله باش يخرج هو بطل والقرار اللي مش يقترحوه هو اللي حاضر في ذهن وديع هو قرار جماعي من رؤساء الجمعيات هذا التكتيك والخبث اللي محذره رئيس الجامعة هذه قراءة من الكابتن تحيات أخوكم وصديقكم السيد عادل القدري خونا لطفي جبريل كذلك يقول الجماهير الرياضية تطالب السيد توفيق المكشر بحضور اجتماع يوم غد بصفته رئيس هلال الشابة يعني ويسأل ويقول له باش تحضر غدا ولا انت توا القانون الدولي يرجعك غدو لازمك تحضر ها باش نطرحوه على السيد توفيق المكشر بعد لحظات طبعا فما زاد راي اخر راي اخر يتعلق ب سامي ب
الوقت وخاصة ثم هاو بعض القراءات الأخرى يقول لك يذهل لي ممكن أنه يعلق نشاط البطولة إلى حين أنه التاس تبت في أصل القضية. زاد فما شكون عنده القراءة هذية ينجم يكون هذية معناها الأقرب ينجم يكون في معناها الاجتماع اللي مشي اللي مش متوقعين الغدوة مش يصدر قرار هنا يولي نسميه ذكاء من الجامعة التونسية لكرة القدم هنا ولا زاد ركوب يا جمال إلى الأمام. جمال احنا في المنبر هذية تكلمنا على حاجة تكلمنا عليها مش من اليوم تكلمنا عليها عنا وقيد قلنا أنه الهدف الأساسي لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم أنه يخلط الكأس العالم لكن هو اختلق مشاكل والمشاكل هذوما رجعوا ضده يا اخي تخاب هو فرحان اليوم هو ماذا بيه البطولة ما تتلعبش بكل وماذا بيه يمشي الكأس العالم وانا نقول لك انه حتى كان مشى الكأس العالم ما عادش باش يرجع لذا يا سامي هذوما رم معلومات لا او هذوما موقف هادم موقفك شخصي هذا ما انت ما راه البرنامج لا يتبناه لا 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 هذايا لا مش موقفي معلومات هذا رأي. شوف اليوم السؤال الذي يطرح واللي يطرح عنده قيد هل وديع الجري بطريقه او باخرى سيرحل قبل او بعد كأس العالم به طبعا دائما هذا هو السؤال وهذا هو التساؤل لذا معناتها وقت نحكي ونحن تقول لي انت رؤساء الجمعيات وشنو باش يقرر هو ماذا به البطوله ما تلعبش بكل والدليل على هذا انه حتى حقوق البث الى يومنا هذا التلافز من غير حقوق بث ومن غير مقاعد وعطوا ومن غير معناتها البطوله نتاعنا حتى كان بدات تتلعب اليوم ما ثماش حقوق بث وهذا دليل على انه بالنسبه لي حب البطوله معناتها ما ترجعش البطوله رجعت لانه الفرق معناتها تشكاو ثم والبطوله معناتها توقفت اليوم بمساله معناتها هلال الشاب اي لكن البعض يقول لك زاد ديما نقرا في القراءات استفيق لانه اجتماع النوادي فيه قراءه اخرى زاد للبعض اللي هي قراءه معقوله يقول لك هنا زاد فما ذكاء لك انه المجموعه ستتحدث بصوت عالي وسترفض من ربما عرقل البطوله اللي هي تحبها تبدا ايش معناتها؟ معناتها احنا كنوادي غدوه طبعا مانيش باش نقول انا بطلب من الجامعه ولا اما نحكي كنوادي خلينا نمشيو احنا خطوه خطوه نعملوا روحنا في بالناس شكون ياخذ القرار ونقولوا النوادي هما اللي باش ياخذوا القرار والنوادي ما نعرفهمش والنوادي ما نعرفهمش شكون النوادي باش يقولوا خويا لا احنا متمسكين ببطولتنا وهذه التدخلات سواء من سلطه الاشراف والا من وزاره الداخليه لا تعنينا لا ديوان اي ونعملوا هد احنا نعملوا هد احنا على الوزاره والا على يعني في اطار الضغط المتواصل هذا نحكي فيه بعد شويه بعد البيب بونبون شوكولا بونبون شوكولا من 11 نص النهار مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في الموجة بيكم تزيد تكبر برعاية أوربان دانس بيس لوف يونيتي ريسبكت اند هافن فان سهلوا الكاتسوسة عين زغوين المنزه 5 تونس حمامات صفاقس انفولاين 5678 عندك مشروع فلاحي تحب تطوره؟ الفلاحة عليك والتمويل علينا. أدفانس توفر لك قروض فلاحية توصل حتى 40 مليون بضمانات سهلة ومرونة في التسديد. لمزيد المعلومات اتصلوا بأدفانس على 36 410 510. مع أدفانس العام عم صابة. معرض دار موبيليا آثاث ومفروشات بقصر المعارض بالساحل ان جو غافيني اي دي بري ايتيدي بار لي بروفيسيونيل دو لاموبلومون اي دو لا ديكوراسيون من 23 سبتمبر ل 3 اكتوبر 2022 بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير جوهرة اف ام بوبليسيتي بلانيت سبور
عودة أيضا في بلانيت سبور. طبعا نواصل في حديثنا على تداعيات وكل الكواليس اللي تهم اليوم تأجيل نشاط البطولة، وبطبيعة خاصة اللي انطلقت بقرار التاس البارح واللي رجع فريق هلال الشباب إلى الرابطة الأولى، وطبعا بلاغ الجامعة ثم بلاغ وزارة الشباب والرياضة وبلاغ الجامعة والرد نتاع هلال الشباب البارح. توا باش نقراوه بعد شوية الرد، لأنه السيد توفيق المكشري يرحبوا به رئيس هلال الشباب وحدنا في الاستوديو. سي توفيق أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين مع الكل. تعرف التفاعل الكبير مع عند الجمهور، علاش باش نقول لك علاش؟ مش لشخصك انت، هو لجهه الشاب ولفريق الشاب، لانه ديما نحبش نشخص المواضيع، نحب يعني نحكي على نادي وعلى قلعه وعلى مدينه. صحيح. فطبعا توفيق المكشر يمثل النادي هذايا، ولكن في الاخر نحكيه على فريق اسمه هلال الشاب. فالتفاعلات نتاع الناس كل يعني ايجابيه، وفرحه الناس وكانه يعني كلهم ولاو شوبيه، لانه في نظرهم هما الفريق هذا لا يستحق هالمظلمه المتواصله هذه. يقول لك يا خويا اعطي حقه، وكان ربح في التيران صح عليه، كان ما ربحش في التيران ما تحطلوش العراقيل وما تلغيش من الخارطه الرياضيه، لانه الغاء من الخارطه الرياضيه هو هذا الاخطر. دونك سي توفيق نجم نقول لك مبروك مبروك، لانه انت في معركه، لكن المعركه مازالت متواصله على ما يبدو. مازالت المعركه مازالت متواصله، ماهيش مشتوفه مالوريزمون. ما يتبقى احنا اليوم شوت باهي، ما كناش ننتظروا فيه احنا بينا، على خاطر المنبر العالمي اخر مره خرجت قلت راهو طلبنا ايقاف التنفيذ، وما كناش ننتظروا باش تكون الامور ايجابيه. مي سيتي هي شوا على خاطر المحامين، حتى كان ما قبلوش كانت القضيه باش تتسرع، وهكا علاش احنا مشينا في ايقاف التنفيذ وانصفطنا التاس مشكوره. اتبقى الجامعة البارح استجابت وأذعنت القرار متاع التاس، وأذعنت بكتي بلاغ اللي هو معناه يحير الناس، والبلاغ تو حتى الناس قد ما حكيت عليه بتاتر ما شافتوش كما يلجم، لأنه هو اليوم البلاغ متاعه ولا يشكك في التحكيم الرياضي إيساسي جراف. يعني هو قدمنا البلاغ، هو معناها بلاغ انتم اللي فيه الاشاره، بلاغ الجامعه لا واللي انتم جاوبتهم، هو معناتها اختار التحكيم الرياضي الدولي باش يبعد على تونس وباش يعجز الناس. مي كي التحكيم الرياضي الدولي مشاش معاه ولا يشكك فيه ولا مستغرب كيفاش معناها احنا قدمنا ل 25 اوت وحكمونا بعد بشهر، الوغ انسى كونه هو كيبعثوا له باش يجاوب طلب 10 ايام، والمرة الثانية زاد طلب قال مزيدوني 10 ايام لاهي بالكوب دي موند، وبعد تالي طلب من الكليب افريكان بيزيد يطلبوا 5 ايام اخرين. معناتها سيتي هذايا ما نحكيوش على استعجال النظر من الاول 22 جويي، معناها ويعرفوا هما التاس كون البطولة باش تبدا لو 30 وهو يزرب باش يلعب الجولة الأولى والثانية. والحمد لله احنا شوف احنا من نهار اللي مشينا للتاس وما جيت بحذاك المرة فايتة لهنا قلت لك راني القضية نتاعنا عادلة ومش نربحها. صحيح. قلت في كل منبر قلت راهي ما نمشيوش للتاس باش نمشيو للتاس، لا مشينا للتاس تشاورنا مع المحامين بتاعنا، تشاورنا مع رجال القانون برا، وقانون القضيه راهي مربوحه. ونحن باش الناس تعرف ايقاف التنفيذ ديما تعطيه الرئيسه الاولى نتاع التاس، الملف نتاعنا ما تعطوش الرئيسه الاولى، عطاتنا الهيئه الا باش تحكم الملف البانيل بيدو. لانه هو سي وديع باش كامل يربح الوقت، حتى الدكتور سيمون هذا اللي حكم لنا في القضيه الفايته جرح فيه، قال هذا راه حكم للشاب المره الفايته وانا ما يساعدنيش، وبدلوه حد اخر لانه جرح في روحه السيد الاخر، استغرب قال انا حكمت مره معناها في قضيه ضد الجامعه، مي جرح في روحه جاء واحد اخر جديد ووقف التنفيذ وقضات معناها بادراجنا حينيا في الرابطه المحترفه الاولى. واحنا من البارح في الرابطه المحترفه الاولى، صحيح الجامعه لتو مش معترفه بنا، لان حتى البارحه بعثت معناها اكلي ريجلمون جينيرو للجمعيات الكل وقت الكود ديسيبلينا قوانين البارح بعثتهم انا بعد ما خرج القرار الكل احنا استثنتنا. اليوم عاودت بدلته الغاتو، بعثت ميل وقت جديد الغات القرار هذاك وعطات حاجه جديده مازلنا ما نعرفوش شنو هو. ما بعثوا لكم؟ ما بعثوا لناش، هو جمعيات اخرين بعثوا لنا خلونا نرد بالكم، هو خرجوا في ديكود جديد تو ويحضر في روحه. هو عنده في بالي زاد جلسه غدويك، غدوة عنده جلسه عامه دعا فيها الجمعيات، تو بعث لنا بعث لسي صابر وبعطيه بيان سور
نص نهار. خونا لطفي جبريل يقول لك ادعوك للحضور تحضر مع النوادي غدو، باش تحضر ولا كان ماكش باش تحضر ادعوك للحضور؟ لا انا بالنسبه لسي لطفي نجم نعطيه توكيل يمشي وقت خاطر سي لطفي يقدها معنا لا فيريتي، مي انا ما نمشيش، يعرفوا الناس الكل ما نمشيش زي انا ما نمشيش باش نشنج وضع سزاريا وما عندي ما نضيف، وحتى الناس اللي جايه هي سي وديع متاكد ما حكيتش مع سي صابر ومع سي الكاتب العام تاعنا والهيئه، مي نتصور اكيد باش نحضروا لابد باش نشوفوا. هي غدوه جلسه عامه ولا دعوه لرؤساء النوادي؟ خلينا نفهم جلسه عامه كلمه كبيره. هي مش دعوه جلسه عامه، هي دعوه هذيا لازم عنده حاجه هو في مخه يحب يقننها، ما يحب يعطيها سلوحيات برؤساء الجمعيات، يحب رؤساء الجمعيات صادق له على الشيء ذاك، عنده برنامج في باله، عنده برنامج حاجه، خاطر احنا قبل كي تبدا جلسه كيما كاش يصيروا يطلبنا وجدي في الليل يقول راهو الدكتور يخمم الكايه وهكا في بالكم، انا يبدا يعطينا كل حد يطلبه في الليل يقول له راهو هكا الدكتور البرنامج راهو هكا وهكا 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 ما كلمتكش هكا بيني وبينك انا نطلب نصف الليل ساعات. التليفونات نتاع البارح اللي وصلتك شنو كانت الاتجاه نتاعها؟ مثلا البارح هو عاد مازال كدعا هو ما عادش برشا مازال ما كلمونيش انا تو كلموني بعد عطيوني الكونترول ولا محاله انا ما كلمونيش برشا رؤساء جمعيات باش يهنيوني على رجوع الشاب بكل صدق معناتها كلموني اقليه معناتها انا ونعذرهم مي الناس كل فرحانه للشاب هذا الاهم وانا فرحان للجمعيه نتاعي وفرحان لبلادي وفرحان للناس اللي تعبت وفرحان للناس اللي كانت اليوم سيتي بريفي باش يكونوا متواجدين قدام الطاس ومشاو لباريس فما من ايطاليا سي محفوظ هبط حتى لباريس وفما ناس محضره رواحهم محضره بيوس وبعدين كل شيء تلغى وانا طبيبي كلمت امبارح قلت لهم زايد الطاس عطاتنا حقنا سي با لا بان باش تمشيو واحتفلوا في باريس واحنا تو هنا محتفلين وحتى نشوفوا عاد ما تعرف اليوم غدو تنتظر توفيق نجم يكون فما قرار صادم مثلا جديد او حاجه ولا لا؟ احنا ما عاد يصدمنا حتى شيء من عند المكتب الجامعي هذا، حتى كان يبقى تو بعد ما نخرج من عندك انا اي قرار يخرج المكتب الجامعي ما عادش يصدمني لانه المكتب الجامعي هذا كان مكتب جامعي يحترم نفسه بالحق ورئيس الجامعه اللي كان كل مره يخرج ويتكلم راهو قدم استقالته، انا كنت اتصور مش قدم استقالته، قلت المره هذه اذا كان مش ربحوه باش يقدم استقالته مش باش يتقابلوا نصف الليل، تقابلوا نصف الليل اخي شنو عبد حسن زيان من شو اسمه من جربه وهبط السيد هذا من سوسه لا عاد ما نذكرهم لكن هم اعضاء مكتب جامعي بس فاهم شنو في اشخاص اعضاء مكتب لو فما وحيد برك انا من مكتب الجامعي يطلب هناني بارك الله فيه، ما الاخرين ما هنونيش وش تحب نقول لك معناتها ان شاء الله يفيق على روحه خاطر تو الوضعيه ما هيش باهي الوضعيه ما هي اليوم شو قراءتك في تاجيل البطوله واللي طبعا تم تقريبا قبل 10 دقائق من انطلاق المقابلات وشنو رايك في بلاغ وزاره الشباب والرياضه اللي خرج اليوم واللي طبعا كان قرينا فيه اللي وكانه يعني بصريح العباره وزاره الشباب والرياضه تدعو الجامعه التونسيه لكره القدم الى تاجيل البطوله لكن الجامعه ما مشاتش ثم بعد ذلك قبل 10 دقائق من انطلاق المقابلات الفرق الكل موجوده ووقع يعني الغاء الجوله جاء الولاد في جهتهم خرجوا بلاغات طبعا وبعد خرجت الجامعه التونسيه لكره القدم بلاغ كيفاش تقرا هذايا ماذا يعني هل كان موقف من سلطة الاشراف هل كان موقف من الدوله هل كان يعني ثم شكون فرض سياسه الامر الواقع والغاء انطلاق البطوله خلينا نفهموا سي توفيق الناس ماذا بها تفهم اليوم لانه الجامعه عندها قراءتها قراءه الجامعه تقول لك ليه مثلا نظرا لعدم تامين المقابلات دونك اجلت البطوله والله الجامعه لو كان جات عندها اي مناسبه اليوم حتى انيفرسير نتاع الكاتب العام راهي الغات هالبطوله مي في وضعيه كيما هيك وهبط حكم الطاس وما تلغيش البطوله احنا استغربنا ديجا احنا كتبنا الوزاره الصباح كتبنا الفيفا كتبنا الاطراف معناها المختصه الكل كتبناها الصباح معناها انا فيغ دي ماتان الكوري بتاعنا كان ما بعثناه للاطراف الكل تبقى البطوله اليوم كي وقفت لصالح الرياضه كي وقفت على خاطر كان وصلت الجوله هذيا مش زيد تهز من الحكايه مش ترجع هي تتذكر الجزائر فما جمعيه كيف نحن لعبت ثمانيه جولات ثمانيه جملات وبعد تيلي رجعت الجمعيه في الناسيونال ا وتلغاو كل شيء ورجعوا احنا حتى كانت تلعبوا جورني ولا اثنين ولا ثلاثه احنا كنا شخص هي كانت لعبت راهو زاد ورا تروح هو تو حتى الوزاره ولا شكون وقف البطوله راهو خدموه شكون اللي وقف البطوله استفيد ما زلت ما نعرفش اما باش نقول لك انا شكون وقف البطوله ما نعرفش هو نورمالمون كان الدنيا راهي الجامعه وقفتها اما هو الجامعه حب يزرب حب يقول لك انا باش نكمل تيماجين ما تصور يا رسول الله يجي يقول لك احنا الشابه مش مشكله هاوكي كل مره تلعب معك الجمعيه اللي مش ترتاح معناها يرد سكور احنا
احنا جينا معناها عمل علينا مزيه هيك ما تو يلوج هو ما عرف شكون من الجمعيه اللي مش يطلعها مش عمل علينا مزيه مثالش اقبل تحب احنا معنيين راهو القرار نتاع التاس راهي التاس الا بيبلي سا البارح قبل خرج القرار الا بيبلي معناها باش تعلم هي الفيدراسيون باش تعلم الناس الكل نحن معنيين ككل جمعيه موجوده هو يقول موعد صالح جمعيات 14 جمعيه احنا معنيين بالبطوله ككل جمعيه الا مش يصير مع الجمعيات والكلاسمون مش يتحط والقرعه مش تتحط يلزم تتحط قدام الناس الكل وكل حد وحظه هذيك هي ابسط الامور معناتها حتى لو كان جاء هو لعب تروا وكاتر جورني هو توا اوزر انا وديع نعرفه ونفهمه ما يقبلش الديفات نورمالمون راه قال احنا نحترموا القرار اللي جانا من التاس الشابه في الناسيونال وهذاك هو انت ماك ماك انت ماك هو يظن في باله يتصور معناها التحكيم الدولي ذا يسبلك شو يسحبوا شو اسمه هكا معاه في المكتب نتاعو اللجنه نتاعو نتاع المغربي ولا حد كيماك راهو ذوما ناس راهو التاس انا التاس نعرفها اكثر من وديع اكثر من وديع وراني ما نمشيش في قضيه خاسره وراه مازال عندي عديد القضايا مع سي وديع وراني كل مش نربحوا في التاس هوني في التاس باه تو نعرفهم بعد شويه القضايا هذوما وبعد شويه باش نقرا بلاغ الجامع بلاغ هلال الشابه لانه سامي يحب يعلق عليه بلاغ الشاب وقفه مع الاشهار قصيره ومن بعد سامي نقراو البلاغ اللي عجبك انت برشا قلت فيه يعني حب حيا رجال القانون نتاع فريق هلال الشاب تحب تربح رحلة ما كيفهاش تسافر سيلفي تبارتاجي وتعيش أجواء ما تتنساش وتشجع تونس وتحفلها في الدوحة تونسية تونسي وإن شاء الله مربوحة مع أورانج يكفي تدخل على الابليكاسيون ماي أورانج من تليفونك وتدور العجلة باش تربح مليون كاش كل يوم تلفزة دي تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات وزيد تنجم تدبرها تربح رحلة تاريخية للكأس العالمية وفي الدوحة تحفلها معاك في اللي تحبه Publicité. Planet Sport. Planet Sport. إذا عودة في بلانيت سبور أستاذ هاو باش نقرا مع بعضنا تبع معايا بلاغ هلال الشاب ومن بعد تعطي الكلمة لسامي العكريمي إذا هذا البلاغ نتاعكم البارح سي توفيق بلاغ رسمي للرأي العام على إثر البيان الصادر منذ قليل على الجامعة التونسية لكرة القدم قررت جمعية هلال الشاب ما يلي رفض كل القرارات المتخذة من طرف المكتب الجامعي بسبب خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كل الجمعيات وليقضي إعادة القرعة من جديد وليس إدراج فريق هلال الشابة ضمن المجموعة الأولى بشكل مسقط وبقرار عشوائي لا مبرر له مراسلة وزارة الشباب والرياضة وهذا اللي تم بمطالبتها بالتدخل العاجل والفوري لتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق من خلال فرض إعادة القرعة من جديد وإعادة برمجة روزنامة البطولة بشكل يضمن حقوق كل الفرق دون استثناء. هنا نقطة مهمة ثالثة مراسلة التاس والفيفا لإحاطتهما علما بالاتهامات المبيتة الواردة ببالغ الجامعة لكرة القدم والتجني غير المسبوق اللي يصل إلى درجة التشكيك في قرارات محكمة التحكيم الرياضي بسويسرا وسنطلب اتخاذ تدابير رادعة اللازمة والضرورية ضد الجامعة التونسية لكرة القدم اللي وصل بها الأمر إلى حد التشكيك في قرارات التاس والسخرية منها وهي سابقة خطيرة وخطيرة جدا ستكون عواقبها وخيمة جدا على المكتب الجامعي الحالي وقد تم الاتصال بالسادة المحامين في تونس والخارج لإرسال مكتوب عاجل في الغرض للفيفا والتاس حتى يقع اتخاذ التدابير والإجراءات التأديبية الرادعة والمناسبة ضد المكتب الجامعي ورئيسي حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال الشنيعة في حق الهيكل الرياضية الدولية. وطبعا بقية يعني القرارات باش تواصل إلى الشابة حق والتصدي ما وقفت عند أهم حاجة. حبيت تقول حاجة سامي على البلاغ هذا أنت؟ أي حبيت نقول حاجة على البلاغ هذا هو كما قال سي توفيق المكشر معناتها رئيس الجامعة اللي هو رئيس جامعة رياضية لا يقبل الهزيمة معناتها لا يقبل قانون اللعبة. هو كان يتصور أنه باش يتفض النزاع بالبلاغ متاعه الأخير هذاك وكنا نحن معناتها نهارة البارح قلنا راهو السيد هذايا مش يجتمع مع نفسه مع نصف الليل تو يهبط لكم قرار وقرار كيفاه هو كأنه معناتها معلم ما يحبش تلميذ نهار كامل سامحوني الكلمة وسامحني سي توفيق يمرمت فيها ويلوح فيه من غادها ويعطيه موفيز نوتها ويضرب على يديها ويضرب على واحد وكل مشى الطفل هذايا للمدير وكل المدير
المدير حسم الامر قال له رجع الطفل يقرا الروح ويزي يرحم والديك ويحد وكل يجي يقول له معناتها وقت رجع قال له باهي هاني باش نقبلوا ايا لوحوا في الاخر في القسم وانت معاقب وقعدوا بيكي واحد وكل هو كان يسخاب معناتها سيئ وفات الحكايه. جات معناتها جات ردت الفعل هذية اللي هو ما كانش يترقب فيها بالكل. انا بالنسبه لي انا هذه معناتها البلاغ نتاع هلال الشابه مش نحطه معناتها نعلقه معناتها في الحيط فوق فرشي تعال كيما كان معلقات معناتها نتاع شعراء الفطاحله معناتها في سوق عكاظ يجي ويرتجلوا ويقولوا معناتها 100 و200 و300 ابيات نتاع شعر. هي هذه نقطه تحول كبيره ياسر لانه الشابه كانت تتنجم بين مقفعين تقبل القرار هذية ومعناتها تأجل صحيح. المعارك تأجل المعارك الأخرى لا لا في وقتها قالت احنا ما نقبلوش وهذا وبعد اللي عجبتني برشا نتصور معناتها انه معناتها هلال الشابة بعث معناتها نص بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم مترجم للتاس ولي الفيفا ومعناتها نتصور معناتها اعضاء في التاس ولا مسؤولين في التاس معناتها يقراوا في بلاغ بلاغ معناتها سوريالي معناتها هذا الانسان هذايا ما حبش يفهم لا هو لا جماعته حتى معناتها حقه جماعه نتاعو يعقلوه شويه يقولوا له يا سي وديع راهو ما يجيش راهو ما نجموش نكتبوا لك نص كيما هكا راهو ما نجموش يا سيدي نقولوا معناتها بور لا كونسوماسيون لوكال نجموا نعملوا حويجه اما انك انت معناتها تشكك وتجرح معناتها تاس ومعناتها حاجه غريبه ياسر لذا فرحت لاني قلت مش نرقد ممتعض من بلاغ الجامعه وقت جاء البلاغ معناتها المضاد للشابه مشيت ورقدت ما عندكم حتى ادنى فكره قداش رقدت بالبدايه وقمت بالبداية. وحلمت زاد وحلمت برشا احلام هاي خلينا نسالك استاذ ما معنى انه هلال الشابه وهو ياكد لنا التوفيق انه مراسلوا التاس في هذا الملف اللي كان يحكي عليه سامي انه في نظرهم هما الجامعة ارتكبت خطأ عند يعني التجريح في قرار التاس وعدم يعني الحقيقة الإيحاء كونه وكأنه فما سوء نية وكأنه فما تدخل صار في قرار التاس هذا اللي ربما لعبت عليه فريق لعب عليه فريق للشابة وبعثوا للفيفا وللتاس شنو يعني شنو ينجم يأثر أو هل أنه ينجم تكون وراه قرارات والا هي فقط هلال الشابة تحب تكبر الدوسي؟ لا الحقيقه مش تكبر الدوسي ولكن هلال الشابة الحقيقه كي تشوف بيان معناها نتاع الجامعه هذا قرار تحكيمي انت بكري كلمه التوفيق مهمه برشا قال لك معناها انت حطيت لنا قلت اخويا القرارات هذه الطعن فيها باش يكون امام التاس باش انت تعجز الجمعيات هذه باش تقول لك الله يبارك وشكون عنده معناها من معناها نقولوا احنا القدره الماليه باش تمشي للتاس راهي مكلفه جدا ونعرفوا معناها هلال الشابه شنيه الفلوس اللي معناها صرفها في الاطار هذا انت هل الهيكل هذا الدول هي هك راضي به انت قلت اخويا كي يفصل انت الهيكل هذا في المسائل هذه اخويا اني راضي به ولكن سياسة الهروب إلى الأمام تستغرب تقول والله صدور القرار هذا في التوقيت هذا قبل معناها البطولة هي ما نذكره معناها معناها لو كان معناها عندنا الذاكرة نقولوا احنا القريبة نقولوا أنت ما نذكره احنا الجامعة اش عملت احنا هلال الشابة طلبت استعجال النظر قال لي والله ما عنديش مانع ولكن معناها من جهة أخرى معناها نقول النادي الإفريقي اللي هو شنية معناها مصلحته الحقيقة يرفض استعجال النظر ثم نشوفوا طلباته في معناها في تأجيل الجواب معناها تقول أنت معناها في جوابك معناها على تأجيل هل أنه هل النقاط هذوما ينجموا هاتوا نسيت التوفيق أكيد أنا 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 رأى النقاط هذية وبيان هلال الشابة معناها مش يكون عنده تأثير معناها حتى معناها بالنسبة في الأصل معناها في وقت اللي مشي بتو في أصل القضية لأنه نعرفوا اللي معناها إيقاف التنفيذ راهو مو سهل برشا وهذا نجم نقوله من توا معناها فما 70% 80% اللي كونه معناها القرار مش يكون لصالح الشابة لأنه
عادة إيقاف التنفيذ يقول لك حظوظك وافرة في الملف باش نجم أني نوقف التنفيذ. ولكن كذلك علاش نقولوا احنا بيان مهم ياسر، لأنه التاس أكيد معناها في إيقاف التنفيذ نظرت للسوابق واللي زونتيسيدون تاع الجامعة هذه وش عملت في حق الجمعية هذه والظلم اللي تسلط على الجمعية هذه من خلال القرارات اللي صارت واللي نعرفوها. سي توفيق بسرعة حبيت تقول كلمة طلبت سي توفيق بسرعة مع شوخة لأنه خوفي على الشابة كما صار القروانة كل عام أنه طور الوقت ضيق ممنوع من الانتداب لأنه المركات كما تعرف يسكر الليلة الليلة دونك الملاعب زاد كيف كيف لي زيترونجي عنده الحق مش يمدوا له مش ينجم يعمل ريكروتمون ولا لا ما هو هذا تناصف الفرص اخويا اعطيني زاد كيف كيف اني مهله مش ننجم نعمل ريكروتمون مش ننجم نجيب ملاعبيه مش نولي كي الفرق الكل. قبل ما نجاوب توفيق زاب في النقطه هذه ما علاش بعثتوا للتاس باش تحيطوها علما تحب شو معناتها فما تتصوروا انه التاس تنجم تتدخل تعاقب الجامعه؟ شوف احنا كعلم تتصوروا انه الفيفا تنجم تعاقب الجامعه على ما وصفتوه انتم انه معناتها استغراب وخاصه تشكيك وتجريح في قرارات التاس؟ شوف الفيفا او التاس احنا القرار هذا ترجمناه كيف علمنا به المحامين نتاعنا في سويسرا كوم ديزافوكا هما لا هما من جهتنا ديخو ما صدقوش معناها ما صدقوش قال لك اذا كان جامع ما تنجمش يقول لك هذا من الجامع سيور يقول قلنا لهم باج اوفيسيال وهو نتاع الجامعه وهو معاين عن طريق قاعد منفذ معناها ما صدقوش فيس انتم عاينتوه احنا عايناه وترجمناه وبعثناه كل معناها ليكيب تخدم على الشيء هذا بطبيعه الحال مي راهو الكومينيكي صحيح حط فيه هذاك الكل وحط فيه حاجه تو مرت مر الكرام وحد ما حكى فيها انت على بالك كون هو نحى البلاي اوت راهو واش عمل له؟ جاء قال اغزر احنا عملناه كل جمعيه تلعب سيت لي وسيت روتور وتيح جمعيه هاك شفت المشاكل اللي صارت اثناء الجمعيات تلعب السبع ماتشوات لي وسبع روتور وتيح وزوز يقولوا بخير يلعبوا ترتيب يتيح وزوز معناها انت حتى البطوله نتاع السنه اللي قلت اكل جاء وقالوا والله هو الامتيازات نتاع البلاي اوف والبلاي اوت والدنيا وكل اثناء فما شيء قال لك هاكا عندكم زوز مش نطيح لكم زوز مش تعملوا 14 ماتش ومش تطيح زوز جمعيات عمرها ما صارت انت هاكا مش خلي الاخرى البلاي اوت البلاي اوف اربعه مش يطلعوا من فوق بالنسبه للبلاي اوت قال نحيته علاش نحيته خاطر رجعت الشابه ليش نحيت انت نظام البطوله علاش حطيته البارح وبدلته اليوم ولو كان مشيت هي البطوله لعبت انت جورني ولا اثنين ولا ثلاثه وجات ديسيجن تاعنا مش تنحي البلاي اوت زاد مره اخرى هذايا الناس كلها ما شافتوش وغيره. بالنسبه للماركاتو احنا الماركاتو مش نطالبوه راهو باش يعطينا الاجيال كيما اختلفت الجمعيات الكل في الماركاتو خاطر احنا ما خذيناش اجانب حتى فما ملاعبيه يلعبوا في الرابطه محترفين الاولى ما حبوش يجيو معانا يقول لك يا خويا صحيح انت قلت لنا باش يربحوا مي موش صحيح اليوم راهو الجامعه باش تعرف الناس راهو احنا انا بيني وبين الـ الجامعه فما اثاره مع النادي الافريقي بعثناها للتاس الجامعة تجاوب في 15 و16 شافها تقول انا هاو جاني الرئيس نتاع ليتوال وهاو جاني الرئيس نتاع سكرة وهاو جاني الرئيس نتاع المتلوي وهام الرؤساء ومترجمتهم راهو قداش صرفت فلوس مترجمتهم كل بالفرنسي وبتصاور بالكولور انا هاني نعاون في الجمعيات ونعطيهم بالفلوس في الشعر كذا نادي الشعر بين برا هذا الكل اللي في 20 صفحه الكل متصور نتاع الجماعه هذوك الكل اللي قداو بوكي نوار ومتصور وهاني نعطيهم بالفلوس وهاني هاك تشوفوا الجامعه في قاعد تعمل معناها مش اورج جي معناها تقول هذوما الواش هذا الشيء هذا انا متعارك معاك وانت تقول وراه البارح عملنا عركه اليوم الجامعه انا كلمني واحد عضو مكتب جامعي البارح قال لي راهو سي توفيقك البلاغه الهبط راهو ما كانش كيكه كاين كارثه قال قاعد نتعاركوا معاه باش نقصنا منه به ما معنى جمال تفضل سامي بلي انت النص قدامك سي توفيق تكلم على معناتها نقطة خطيرة يحكي على البلاي اوف ثم النص قدامك ثم شوف ثمك الجملة هذيك فيها مخول ولا غير مخول اي بالله اقراها لنا خاطر ثم نقطة أخطر منها ما ثماش أنت تحكي على بلاغ الجامعة بلاغ الجامعة الأخير أو الأول الأول اي نستغرب باهي نستغرب نتاع مخول او كذا اي نستغرب من اصدار هذا القرار على من محكمه التحكيم الرياضي والحال ان الهلال الرياضي الشابي كان مطالبا بلعب او كثم جمله يتكلم على مخول يقول مخول شوف ارجع اهبط شويه اللوطه
اي شوفوها صحيح محافظه على الزنامه يقت اخطر نقطه إجراء هي النقطه الرابعه تتك اجراء يقع ادماج الفريق المنتصر يقع لو كثر ما اهبط شويه الغاء يقع مع ينزل يعقب الغاء نظام البطوله مساواه الترتيب مجموعه مجموعتين سوف يقع تعديل سوف يقع اتخاذ التدابير اللازمه المخاوله هذه وين هي سامي فما موجوده اسمعني التدابير اللازمه النقطة هذه اللي هي موجودة أخطر منها مثلا السيد السيد هدايا يتهم فتاس بالكوربسيون لا 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 يهدد يهدد فتاس أنه هو سيغير من ستاتيو معناتها من قوانين الداخلية للجامعة ويخلي أن الجامعة التونسية لكرة القدم هي المخولة أن تاخذ العقوبات والقرارات وأن التاس مش تخرج من اللعبة بكل وما عاش عندها الحق هذه النقطة قانونية أنا قاري قانون مع النقطة القانونية قلت تو تلقى معناتها الجملة هذه يظهر لي في الأخر وكل يحكي على أنه التاس مخولة أو غير مخولة والمخولة هي الجامعة التونسية لكرة القدم وأن التاس هذه يا سيدي أنا ممكن أني نستغنى عليها وأني نولي أنا المخول عبر تغيير القوانين الداخلية للجامعة التونسية لكرة القدم ونولي أنا الجامعة التونسية لكرة القدم ونولي أنا الحاكم ونولي معناتها أخطر منها ما ثماش النقطة هذه لفت نظر معناتها رجال القانون المحيطين معناتها بسي توفيق المكشر واللي سيرمون معناتها فاقوا بها هذه معناتها حاجة عمري ما سمعتها أنه معناتها إنسان يقول لك أنا مش نولي نصب محكمة متاعي أنا وأنا بيه. المحاكم العادية والمحاكم الأخرى معاش نستعرض خنكل خليوا طبعا سي توفيق حوصلنا في ثلاثة دقائق لغلب في ثلاثة دقائق اليوم السيد توفيق المكشر هل يعتبر أنه الدولة أو سلطة الإشراف أو الدولة نقولوا الدولة اليوم خذت قرار مناسب في إجبار الجامعة على تأجيل البطولة. بطبيعة الحال خذت قرار مناسب وهذاك الشيء لازم يقع والقرار هذا الفايت الجامعة والفايت الجمعيات وأنا إن شاء الله غدوة دعوة رؤساء الجمعيات باش ما يورطهمش. باك الكود وماذا بيه ماك الكود اللي بعثوه من البارح واليوم عمل ريكتيف وعاود نحاه وقال لي لانيول والرومبلاس والكل يشوفوا المحامين بتاعهم ويشوفوا الكتاب عمين ويشوفوا هو راهو مش يعدي برشا امور بهم هما ان شاء الله ما يجيش يورطهم ويزم يعرفوا توا كون المنظومه هذه انتهت كونه صحيح يعطيهم فلوس بتاتر ولا يسلفهم ولا هاو نعطيك او غيره واما راهو اسمع راهو هو اللي سطر وهو وش عمل هو تو حتى فك تلعب بالنتائج في المقابلات الكل ولا صار شنو عمل هو والنيابه العموميه نحن مشينا حتى النيابه العموميه كي قال المره فايته اعلمت النيابه العموميه مشينا النيابه العموميه وكل وما فما شيء لا علم النيابه العموميه ولا عنده حتى مش شيء حتى شيء راهو اسمع اليوم الرياضه التونسيه راهي في خطر وهذا الشامبيونات مش عملها تو هذيا البلاي اوت هذيا نحاها ومش يخلي سات جورني ومش يتيحوا اربع جمعيات فرد وقت الا صار عم ناول في زوج جمعيات وقت تشوفوا التو قاعدين نعانيوا فيه ومازلنا مش نعانيوا فيه خاطر هذا جزء منه وكل راهو العام الجاي انا ناكد في الموسم هذا القادم مش يصير منه اخطر من هكا والسيد هذا مش واقف وماهوش حاسب حتى حد وانا ما نستغربش منه لانه هو قرارات نتاع محكمه التعقيب حتى مع الجنب ما اعترفش بهم لا اعترف بالدوله لا اعترف بالقرارات القضائيه لا اعترف حتى بشيء السيد هذا تو عنده حاجه برك ليزوبجيكتيف نتاعو الفلوس مش كلته فلوس هو راه الجمعيه الجامعه يشوف فيها فلوس هاني عملت هاني انتدبت هاني جبت هاني 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 مش كلته فلوس هاني احنا راهي الرياضه ماهيش فلوس راهو الرياضه اليوم يوجع قلبك راهو نحن اليوم الماتش اللي فات راهو رأفت بينا البرازيل ورانا روحنا ب 10 وب 12 راهو اليوم كي تتفرج في ماتش تروح الناس مشات تفرج روحت برضا اليوم هذاك هو نحن هذاك واحنا خلينا نروحنا في الشيء هذايا وراهو مازال مش يصير فينا في الرياضه اذا كان هو تو باش يزرب وهاني باش نعمل واحنا مصلحه جمعيات لا يا اخي احنا جمعيه نطالبوا بحقنا كيما الجمعيات الكل وكل ما هي بقيه القضايا اللي قلت شنربحوا فيها ولو انه سامي اللي تحكي عليه انت جاي في النقطه الثالثه نؤكد احترامنا وثقتنا في كل الهيكل الرياضيه الدوليه والتزامنا بقرارات محكمه التحكيم الرياضي التاس صحيح الكلمه تحكي عليها انت موجوده باعتبارها الجهه التحكيميه المخوله لها حاليا البتريت فهمت اسمعني اي نجم ينحى فهمت كيف اي حاليا يعوضها هو قال باش نعمل حاجه لو كانوا هو القضيه هذه نفسها ما زادت في التاس
القضية هذه مزات فتاس. عن القضية الأخرى اللي نشرتها الكليب أفريكان بيان سيرو، هي الكليب أفريكان طالبت 3-4 مرات ويتوخر على خاطر باش تصب الفلوس كل مرة تطلب في التأخير، في التأخير توخروا لها 3 مرات ما نعرفش وين الفلوس. لوديت هذه زادة كيف القضية نتاع لوديت، لأنه هو ما امتثلش للشيء هذا، عندنا به قضية لعدم الامتثال شو اسمه الأحكام القضائية. وعندنا قضايا أخرى في القطب، وعندنا عديد قضايا، وعندنا القضية الكبيرة بيان سيرو بتاع التعويض اللي احنا قعدنا عام واش اللي هي منشورة بطبيعتها ومحطوطة على بيسات النشر. قال هو قال لكم هنا سوف يقع اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالمبالغ الكبيرة التي صرح رئيس الفريق بانفاقها في بعض النزاعات. بصراحة احنا شو احنا شوف احنا كونترارمون للفيدراسيون، هو الفيدراسيون يحل في دي كونتون دو فيز، احنا الفلوس حتى بعثناها للمحامين وبعثناها للتاس والكل، الكل نتعداو عن طريق البنك سنترال وعن طريق البنك هوني. ما عندناش مشكلة احنا، بالعكس واحنا قاعدين نصرفوا وهو قاعد يرجع. هذايا ديجا موفيز جيستيون بالنسبة لي، هو نعرف هو ريت القضية هذيا اللي مشينا بها، شكون مش يدفعها بعد؟ مش الكتب الافريكان مش يدفعها الفلوس هذي، مش يدفعها الفيدراسيون، احنا حطينا الفيدراسيون لأن هي اللي مش تدفع الفلوس، هذه الفلوس الكل مش نرجع بها. قديش طالبين فلوس قديش؟ القضية هذي مش تكلف، القضية هذي نفسها هذي بارك هذي مش تكلف 300-400 مليون. والقضية نتاع التعويضات؟ هذيك التعويضات فيها عديد مليار دوات، إن شاء الله موجودة. 18 مليار؟ احنا طالبين 18. مش تحكمنا المحكمه متاكدين هو 18 مليار، مي طالبين فيها 18 مليار، وهو حتى ب 18 مليار ما ينجمش معناها يجبرنا الضرر نتاعنا على الاقل الضرر المعنوي والشيء اللي صار بالنسبه للشابه، خاطر الشابه الناس ما عادش معناها حاله من كيفتي، خلي البلاد شيخه على الاقل بالكوره شويه يا رسول الله، خلي تحب ما فهمتوش انا معناها يعني حتى تعرف حتى في السنة في الاشتراك وفي الكل انا مانيش انجاجي، هاني مانيش انجاجي، حاطين سي صابر وحاطين جماعه ابعدنا، هو توا مش يخلي انت تتصور في بالك الشاب مش يخليها رياضه، حتى في الكوتي سبورتيف مش يخلينا رياضه، مش يخلينا رياضه، احنا متاكدين منه الشيء هذا مش يخلينا رياضه. عندك فكره على القانون الهيكل الرياضي حكى لي وزير الشباب والرياضه؟ القانون الهيكل الرياضي هذا هو بطبيعه الحال هذا مش يكون فيه الديبار نتاع وادي، يعني انه القانون الهيكل الرياضي حقه برشا عنده ما صار، مش معقول باش انت اليوم راهي الجامعه يشد 12 سنه ومازال يخمم في 8 سنين اخرين، هو مسطر اموره ويحب يشد 20 سنه وتو بعد يجي قانون اخر، يا خويا انسان شد الجامعه 8 سنوات يزي هو 12 لو وهو 16 شد كمامبر وكل عنده 16 سنه و16 سنه ونفس الديسكور ونفس السي دي، وهنا عملت وهنا احنا كلاسي عدد قداش، وهنا نجيبه في الملاعبيه هذايا قال لك هاو ما انا مشيت له وما يتكلمش هو بالعربي ميها ولا يحب تونس وهو رجع مع تونس، هذا هو رو. اليوم الرياضه يلزمها على الاقل على الاقل على الاقل اقل ما يمكن، اكو الشبان اخي عندنا بطوله نتاع شبان اليوم ما عندنا شيء نحن فما بسونيمونيا اليوم ما فما ملاعبي ما فماش اليوم ما تنجمش تلقى في الوقت الحاضر في تونس تو في الرابطه المحترفه الاولى اتاكون موجود تنجم تاخذه. كلمه اخيره استفيق في 30 ثانيه لمن توجهها؟ كلمه اخيره نسلموا على سواديه ونقولوا له ان شاء الله لاباس وان شاء الله يرجعك حسن العقل وتنحي معناها ماهيش امور شخصيه اللي يغلبوا الحاكم صح حاليا انت كان ربحتني البارح رانا احنا ما قملنا حتى شيء رانا عبنا في الرابطه المحترفه الثانيه ورانا قابلين اللعبه انت تو اقبل اللعبه وافرح بالشابه وبالعكس اعمل ريسبسيون غدوه للشابه وقول مرحبا بها واعمل قرعه كيما الناس الكل وحسن امورك. شكرا لك السيد توفيق المكشر رئيس فريق هلال الشباب، السيد توفيق زعبوب، كذلك الاستاذ فهمي بالحاج، صديقنا سامي العكريمي من استوديو تونس، كامل الفريق اسلام الرياحي، انيس اللذوادي، زملائنا التقنيين سامي الذويبي وكذلك احمد في الجانب الديجيتال، طبعا كل تفاصيل الحصه تلقاوها بعد شويه على الموقع نتاعنا جوهره فهم وكذلك على الباج الخاصه بجوهره وكذلك الخاصه بالرياضه.